عايز نسألك سؤال في الدين. والله أنا بحت يعني الدين بحب الدين أكتر. كلنا بحب الدين طبعاً يعني. لو أنا قلت لك ما هي الصورة التي لقبت بعروس القرآن الكريم؟ بس القرآن الكريم ليه إن شاء الله ستر الرحمن. إن شاء الله تبارك الله. الحمد لله. طيب مين كان قائد جيش المسلمين في غزوة خيبر؟ الصحابة اللي هو خيبر خالد بن الوليد، لا عمر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه سيدنا محمد. انت جاوبتني اجابتين صح، واحدة في الكورة اللي قلت لي ما تسألنيش في الكورة، تمام، و الله صلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد. جاوبتني على السؤال اللي هو السورة التي لقبت بعروس القرآن الكريم. حبيبي حضرتك انت كده يا حاج ليك معانا جايزة مالية ان شاء الله قيمة اتفضل يا حاج. بس انا ادمان ما جاوبتش على ال يعني، بس كويس انت جاوبت على سؤالين، ده شيء كويس يعني. لا انا محرج بالنسبه للسؤال الديني. لا لا خالص 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 يا حاج. انت عندك اولاد يا حاج؟ اه معايا 6 اولاد الحمد لله ما شاء الله، كلهم صغيرين الحمد لله. اعمارهم مين؟ انا اكبر واحد عنده 20 سنه اكبر واحد فيهم. الصغير؟ الصغير عنده 2 سنين. ان شاء الله ربنا يبارك لك فيهم يا حاج باذن الله. جزاكم خير ويجعل يومكم سعاده ان شاء الله. احنا كنا مبسوطين ان احنا معاك النهارده في صنع السعاده. بيكم يا باشا ويجعل يومكم سعاده وكل سنه طيب ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا بيه.